السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راح نتكلم اليوم عن الـ Active Directory وكيف بدنا نعمل أول دومين، أول دومين كنترولر. راح يكون هو هذا الجهاز اللي راح ننزل عليه إن شاء الله الدومين الآن. أول شيء لازم تتأكد من اسم الجهاز، لأنه إذا كان اسمه الاسم الكومبلكس الطويل اللي بيجي بيكون افتراضي لما تنزل أنت الويندوز سيرفر، فهون بتقع في مشكلة اللي هي إنه ما راح تقدر تغير الاسم بعد ما تنزل الدومين. طيب خلينا نشوف كيف بدنا ننزل الدومين. خلينا نسكر الـ Initial Configuration Task ونروح على Server Manager. هذا السيرفر مانجر زي ما احنا شايفين عندنا Rules Features إلى آخره. احنا بهمنا الرولز، انا بدي الآن اضغط على الرولز. لاحظ انه في عندك 0 اوف 17 installed، ما في ولا رول نازلة على هذا السيرفر. نضغط على add rules، يعني بقول لك before you begin او you begin، بيعطيك هيك شوية معلومات اللي حاب يقرا يقرا. هون الرولز اللي موجودات على السيرفر، لاحظ Active Directory Active Directory Active Directory Active Directory Active Directory Application Server DHCP DNS Fax File Hyper-V Network Policy Print Remote Web Windows Deployment Windows Server Update Services. راح نشوف انه كل هذول، يعني كل هذا بجوز مساق لحاله. يعني ال DHCP بناخذه في 642، ال Hyper-V مع ال IIS مع الويب ديبلويمنت سيرفيسز الى اخره بناخذه في 643. يعني هاي الرولز، احنا الان بهمنا اكتيف دايركتوري دومين سيرفيسز. اوكي تمام، هاي هي اللي راح تنزل منها اول دومين الك. نكست. طيب introduction to active directory domain services الى اخره. Next. كمان Next أو Install. هون الـ Install راح يطول شوي، فعشان هيك نكسب وقت خليني أوقف التسجيل وما راح أضغط ولا ضغطة. راح نستناكم إن شاء الله، وأول ما يطلب منا إن نتحكم راح نرجع. أخيرا الحمد لله خلص. نرجع للفول سكرين. طيب هسه راح نشوف شو اللي راح يصير. كلوز. الان انا نزلت الاكتف دايركتوري كرولز، بس هل انه صار عندي دومين؟ لا، ما صار دومين. ليه؟ لانه في خطوة ثانية لازم اعملها اللي هي اشغل الدي سي برومو. نحفظ الامر، نعيد كتابته حتى نحفظ دي سي برو مو انتر. هذا الوزرد اللي هو راح ينزل لنا الدومين على اول دومين كنترولر عندنا اللي هو دي سي 1. طيب اول شغله انت راح تشوف انه بيقول لك يوز ادفانسد مور مود انستليشن، عفوا. راح يفرق خطوة واحدة بس فقط اللي هي النت بايوس نيم. عموما احنا بدنا نحط اليوز ادفانسد حتى نشوف الخطوة الزيادة هاي ونتكلم عنها بسرعة. نعمل نيكست. بيعمل لك هيك مقدم اوبريتنج سيستم كومباتيبلتي. اعمل نيكست. طيب لاحظ هنا بقول لك انت بدك اكزيستنج فورست تضيف عليها دومين او تعمل فيها تشايلد دومين، ولا بدك تعمل نيو دومين في نيو فورست. احنا ما عندنا لا فورست ولا دومين، لذلك بدنا نعمل نيو دومين في نيو فورست. نيكست. هسه هو بيقول لك اكتب اسم الدومين تبعك. طيب وقف اونلاين دوت كوم. طيب انا بدي اكتب مثلا واحد اسمه قصي، بدي يكتب قصي دوت كوم، بيمشي الحال؟ بيمشي، بس في حالة واحدة انك ما تطلع على الانترنت. إذا طلعت على الإنترنت ما راح تقدر تشوف يشوف هذا السيرفر إذا كان في واحد بيملك هذا الدومين. لذلك إذا كنت بدك تكتب اسمك مثلا أو اسم مشهور معين،
حطه لوكال حتى ما يصير في عندك تعارض او كونفليكت اذا طلعت على الانترنت. طيب احنا نرجع وقف، مفيش اي، احفظ الموقع وقف اونلاين دوت كوم نيكست checking whether verifying net bios name. بقول لك قبل شوي checking whether forests إلى آخره. domain net bios name، احنا domain net bios name هو راح يكون نفس ال، إذا بدك طبعا لك الخيار إنك تسمي اللي بدك إياه، لك الخيار بس بدون extension. يعني وقف اون لاين، وقف اون لاين، اوكي. عملنا كيف تتخربط فعلي. طيب هسه ليش هو الدومين نت بايوس نيم بدون اكستنشن؟ لانه هذا الدومين نت بايوس نيم بيدعم لك اذا انت كنت مشغل او كان في عندك اجهزه كلاينتس مربوطه على النتورك تستخدم ويندوز 2000 او قبل هيك، فهي راح تتعامل بالنت بايوس نيم، ما بتقرا الاكستنشنز. لذلك احنا اخترنا هذا الاسم. اوكي نيكست، عدي الخطوه هاي، بعمل لك فيرفاينج نت بايوس نيم، شوف انه مش مستخدم او مستخدم. طيب فورست فانكشنال ليفل، هسه عندك 2000 2003 2008 2008 ار 2، شو الفرق بين كل وحده والثانيه؟ بدك تنتبه اذا انت اخترت بالفورست انه يكون الفانكشن ليفل 2003، احنا قلنا سابقا انه الفورست ممكن يضم اكثر من دومين، تمام؟ فاذا اخترنا الفورست ويندوز سيرفر 2003 الفورست فانكشنال ليفل، معناها انه الدومين اللي مسموح فيه راح يكون 2003 فما فوق. يعني نقربها هيك، نبسطها بصورة سريعة. والله انا ضايف على البنت. طيب هاي فورست وهاي دومين، افرض انه هذا الدومين 2008، الفورست فانكشنال ليفل افرض انه مثلا انت حددته 2003، فهذا يعني مستحيل تقدر تضيف دومين قبل 2003. يعني مثلا لو جينا ضفنا الـ2000 بيمشي الحال؟ لا للأسف بيمشيش الحال، هذا اشي مش منطقي. فانت بتختار، اذا اخترت الفانكشن اللي في الـ2003 معناته الدومينات اللي راح تقدر تحطهم بالفورس راح يكون 2003 فما فوق. طب اذا اخترت الفانكشن اللي في الـ2008 الدومينات راح يكونوا 2008 وبس، ما راح يكون في عندك 2003 وراح يسمح لك في الـ2000. احنا في دورتنا ان شاء الله ما راح نتطرق لل 2000 ولا لل 2003، لذلك حط 2000 وانسى الموضوع. طيب في مجال طبعا انك تعمل ابجريد؟ في مجال، يعني بيمشي الحال ابجريد. ايوه دومين فانكشنال ليفل. طيب هاي بتفرق، شو بتفرق؟ تفرق انه الان هذا الدومين فانكشنال ليفل هو بيحدد لك الاكتيف دايركتوري في الدومين، يعني مش في الفرص. انسى هذا الامر. الآن احنا عندنا دومين، قلنا انه الدومين may have more than one domain controller، تمام. domain controller ممكن تنزل عليه ويندوز سيرفر 2008، ممكن تنزل عليه ويندوز سيرفر 2003، ممكن تنزل عليه ويندوز سيرفر 2000. بس اذا كان الفانكشنال او الدومين فانكشنال ليفل ويندوز سيرفر 2008، معناته ما راح تقدر تنزل لا 2003 ولا 2000 كدومين كنترولر. طيب ليش انا ما عندي خيارات؟ لانه احنا اصلا حددنا الفورست 2008. طب نرجع نحدد الفورست مثلا 2000، نعمل نيكست، شوف طلعوا عندنا ال 2000 وال 2003 وال 2008، بس احنا بنريح راسنا لانه احنا هيك راح نستخدم 2008، نعمل نيكست. طيب سؤال، لو واحد مثلا عمل الدومين فانكشنال ليفل او عمل الفورست فانكشنال ليفل 2000 وعمل الدومين فانكشنال ليفل 2000 كذلك الحال، الان شو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير انه بيسمح له يشغل اي دومين باي احنا تجاوزنا الوقت، احنا بنوقف الان
التسجيل وبنكمل مباشرة النقطة هاي في التسجيل الثاني.